هيا لنقم برحلة. سنمر بمنعطفات ومنحنيات، ومن المحتمل أن نسير أحيانا في الطريق الخاطئ وأن نشعر بالتعب، ولكن إن دخلنا فيها بكاملنا سوف نكتشف هدفنا الأعظم وذواتنا الحقيقية، وسوف نتغير طوال الطريق. هل أنت مستعد؟ لقد قام كل شخص عاش على الأرض بهذه الرحلة، ونختار كلنا في وقت ما أن نحاول القيام بالرحلة بطريقتنا وقوتنا وأن نسيطر عليها. ولا نريد أن نعتمد على أي شخص ولا أن يخبرنا أحد أين نذهب أو ماذا نفعل. وهذا الصراع متجذر في أعماق كل واحد منا، فنحن نريد أن نعيش حياتنا بطريقتنا، ولكن هذه ليست هي الطريقة التي من المفترض أن نسافر بها في رحلتنا. إذ نؤمن بصفتنا تابعين للرب يسوع بأن الله الذي خلقنا يعرفنا أكثر مما نعرف أنفسنا، ولهذا لابد أن الله يعرف الطريقة الأفضل. طوال الوقت الذي كنا فيه نصارع لكي نقوم برحلتنا بمفردنا وبطريقتنا الخاصة، كان الله بجانبنا وأذرعه مفتوحة لنا، ويعرض علينا كل ما نحتاجه للرحلة، وينتظر منا أن نقبلها، ونطلق على هذا النعمة. فالنعمة هي أحد الكلمات التي نسمعها كثيرا بغير أن نعرف معناها بالضبط، وتعريفها هو كالآتي: النعمة هي هبة محبة الله الكاملة لنا، وتظهر هذه المحبة بطرق مختلفة خلال رحلتنا. ونعمة الله موجودة دائما سواء طلبناها أو لم نطلبها، وتقابلنا في المكان الموجودين فيه بأذرع مفتوحة. فيا لها من محبة ويا لها من نعمة مذهلة. استعد، أنت مدعو والرحلة في انتظارك.